السلام عليكم. يوميا نأكل ونشتري العديد من المنتجات بدون معرفة كيف تتم صناعتها أو أي من المواد التي تكونت منها وأيضا طريقة إنتاجها. لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة شيقة لاكتشاف 7 أشياء تأكلها يوميا دون معرفة كيف تتم صناعتها. سابعا، سنيكرز. بالطبع يوما ما كنت تريد معرفة كيف يتم صناعة السنيكرز، فطريقتها تتم بخلط كلا من عصير الذرة المطبوخ مع ماء وسكر وزبدة الفول السوداني والكراميل السائل. بعد ذلك ينقل هذا الخليط إلى السير النقال لكي يتم فرده جيدا حتى يبرد، ثم يغطى بطبقة رقيقة من الشوكولاتة حتى في النهاية يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وتكون جاهزة للتغليف. سادسا، بيضة كندر. لم تشتهر شركة فيريورو بإنتاجها للشوكولاتة اللذيذة النوتيلا فقط، بل تصنع أيضا بيضة كندر. وطريقة تصنيعها، أولا يتم سكب الشوكولاتة في آلاف النماذج على شكل البيضة، وبعد ذلك توضع في ماكينة أخرى لسكب الشوكولاتة البيضاء في الداخل، ثم تنقل إلى ماكينة أخرى مزودة باهتزازات صغيرة لإزالة الشوكولاتة الزائدة منها. وعندما تجف تماما تقوم ماكينة أخرى بوضع كبسولات بلاستيكية وبداخلها الألعاب في داخل بيضة الكندر. بعد ذلك تغطى بطبقة أخرى من الشوكولاتة، وفي النهاية تنقل يتم تعبئتها وتكون جاهزة للبيع. خامسا، حلوى الدونات. بالطبع الجميع يعرف أن الحلوى المفضلة لهومر سيبسون تكون الدونات، ولصنعها يتم خلط كمية كبيرة من عجينة الخميرة مع سكب القليل من القرفة الناعمة. بعد ذلك تضع على السير النقال لتقطيعها إلى قطع متساوية، ثم توضع في غرفة بدرجة حرارة ورطوبة معينة حتى يتم تخمير العجينة جيدا، وبعد ساعة ونصف توضع على ماكينة أخرى بها زيت مغلي لقلي العجينة من الجانبين، وفي النهاية يتم وضعها في الكريمة الحلوى. وبهذه الطريقة تتم صناعة الدونتس بأنواعها المختلفة التي يعرفها الجميع. رابعا، الحلوى السكرية. واحدة من أنواع الحلوى الأكثر استهلاكا وانتشارا بين الجميع تكون الحلوى السكرية، ولتصنيعها يتم خلط مسحوق الرانتج بنكهات ومواد حافظة بالإضافة إلى زيت ستيرين النخيل حتى لا تلتصق الحلوى بالأسنان. بعد ذلك تترك العجينة الناتجة لعدة ساعات حتى تجمد وتصبح عجينة صلبة جدا، ثم تخلط بشراب الذرة حتى تصبح أكثر حلاوة وليونة. بعد ذلك يتم إضافة العديد من النكهات مثل الفواكه الطبيعية أو الصناعية. بعد ذلك تقوم الماكينة بضخ العجينة حتى تتحول إلى شرائح طويلة لعدة أمتار، وتصبح جاهزة لقطعها وتشكيلها على هيئة كرات صغيرة من الحلوى السكرية. وفي النهاية توضع في عدة ماكينات لإضافة الألوان المختلفة، وتصبح جاهزة للتغليف وبيعها في جميع أنحاء العالم. ثالثا، العلكة أو اللبان. منذ الصغر ونحن نقوم بمضغ العلكة والجميع يعشقها ويقومون بعمل بالونات بها، وتصنع عن طريق 3 مواد هامة: شراب الذرة والجلوكوز ومادة الصمغ التي تشكل العلكة بعد خلطها بهذه المواد. ثم بعد ذلك تقوم ماكينة بإخراج العجينة على سير النقال بطول 300 كيلومترا، ثم تقطع على ملايين من القطع الصغيرة حتى في النهاية ترسل إلى ماكينة التغليف. ثانيا، بطاطس برينجرز. الآن سنعرف كيف يتم صناعة بطاطس برينجلز عن طريق خلط كلا من دقيق الذرة مع رائحة البطاطس وإضافة الماء. بعد ذلك تقوم ماكينة عملاقة بتشكيل هذه العجينة على شكل شرائح رقيقة من البطاطس، ثم تنقل إلى ماكينة السكاكين لتقطيعها. بعد ذلك توضع في المقلاة لمدة 11 ثانية، ثم توضع في ماكينة أخرى لتجفيفها وإضافة بعض التوابل اللذيذة حتى تصبح جاهزة للتغليف. أولا، النوتيلا. تتكون من كريمة لذيذة وأصبحت المنتج المفضل للكثيرين، والمكون الرئيسي لها يكون البندق،
والذي يتم طحنه بعد ذلك بواسطة ماكينة خاصة، وأيضا الكاكاو فيأتي إلى المصنع عبارة عن حبوب صغيرة، ثم يتم طحنه حتى يصبح مسحوقا ناعما. بعد ذلك يتم خلطه في وعاء كبير مع إضافة البندق والماء والسكر واللبن وزيت النخيل، بالإضافة إلى بعض المواد الحافظة، حتى يتحول إلى هذا الخليط وينتج عنه النوتيلا اللذيذة. وفي النهاية يتم تعبئته في علب صغيرة حتى يكون متاحا لتصديره وتوزيعه في جميع أنحاء العالم، ويرضي شهية جميع محبي النوتيلا. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، شارك في التعليقات بأي من هذه المنتجات لم تكن تعرف كيف تتم صناعتها. إن عجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله.